زي واحد اسمه وسيم يوسف، إن كان ده في ده اتصل به واحد قال له يا شيخ أنا بقع في العادة السرية وبتوب تاني برجع، مش الزول ده داير حل؟ داير له حل؟ مش مفروض يوجهه يقول له أنت أول تعمل حاجات معينة، تدعو الله سبحانه وتعالى زي ما يوسف عليه السلام دعا الله، مع أنه يوسف ما وقع في الذنب لكن دعا الله، الله صرف عنه شنو؟ السوء والفحش وإلى آخره، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم، صرف عنه إلى آخره. تقول لا أسأل الله وامشي اتزوج، ما قدرت تتزوج صوم وقوي إيمانك عشان تراقب الله وتعظم الله، والموضوع ده إن شاء الله الله بوفقك ومهما وتاني وصاحب لك أصحاب فيهم خير يعينوك، تمشي الدروس، الدروس بتقوي الإيمان وبتقوي الكذا كذا، مش تدي كلام طيب ويقوي. قال له أصلك أبشر، قال له مش قال له أبشرك باللفظ لكن قال له ما بتخليها، أنا قال لي اسم العادة السرية يعني عادة يعني بتتعود عليها، ما بتخليها قال ما بتخليها، أسي خش اليوتيوب شوف الكلام أنت تخليه. وقال لي ذاته بعض العلماء جوزها ذاته، والله قال لي بعض العلماء جوزها، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال والذين هم لفروجهم حافظون، ذكر اثنين بس، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أزواج زوجة معروفة، ملكت الأيمان الإماء زمان بيشترون، فمن ابتغى وراء ذلك عادة سرية غير أي شيء فأولئك هم شنو؟ العادون. قال البغوي المتجاوزون للحلال إلى الحرام بقطر. وبعدين ابن عثيمين قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإثم ما حاك في نفسك وخشيت شنو؟ أي اطلع عليه الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرر، وفيه ضرر وأدلة كثير. فإنت صاحب الذنوب ده، ابن باز رحمه الله في الفتاوى في الجزء الرابع، في الجزء الرابع بالتحديد قال الذي يقع في المعاصي يهجر، لكن إن كان في عدم هجره الخير فإنه لا يهجر. يعني تتبلغ كذا وهو مصر ومعاند ده تهجر، لكن انت ابتداء هجاك قال لك انا عندي مشكله انت ساعدني انا امرك منها، انت تنفره وتحرجه وتزهجه من الدين، ولا انت تقيف معه وتعاونه لحد ما هو يخرج شنو من الشر، وبعدين ما تعيره يعني بعد سنه سنتين تقول له هو انت خليت ده شنو؟ يا اخي انا لقيت واحد بدق في ودخته، ودخته صغير عمره 10 سنة، والله جاي يدقه، ودخته مشى قال للناس، قال لهم وده خلى البلاوي 200 له 4 سنة يا دوب، ودخته عمره 10 سنة، قال لهم وده خلى الشغله دي 200 له 4 سنة يا دوب يا غدار يعمل له كلام زي ده. فانت ما تعير الزول، الزول التاب ده يا جماعه باجماع العقلاء والمسلمين والناس لا يلام، لا يلام، ايوه ادعينه. صاحب الذنوب ده انت تتلطف فيه، الزول اللي عنده ذنوب يتلطف فيه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان يتلطف بالناس من اجل اسلامهم ومن اجل استقامتهم. رجل لما أُتي به وأخذ الناس يعني يضربونه بسبب الخمر، قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإنت تتلطف فيهم تعديهم الكلام الطيب وكذا وكذا وإلى آخره، وتحاول تأخذ بيده. يعني جاك قال لك انا والله موبايلي ده ملان افلام وملان غنى، انت الزول معناه عنده مشكله حارقاو، الزول لو ما فيه خير وعنده مشكله حارقاو ما كان شنو؟ ما كان جاك. فانت زي ده شنو؟ ما بتنفره من الدين
ولا هذول بحاجاتك دي زيح كذي بعيد زيح كيف زيح كذي بعيد؟ الله قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت قول لي هذول الامر ده ان شاء الله الله بعينك والزول بيبتلى والليله مسحتين بكره تاني رجعت ونزلت تاني بكره امسحين والشغله دي ما زي الكوره كرت اصفر واصفر احمر تمرق برا لا لا شغله دي انت وقعت في ذنب تاني بتتوب وقعت ولو الف مره لكن انت ما تستهين بالذنوب الذنوب خطره وكذا وتوعظه توعظه لانه داير الخير